بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة. أهلا بحضرتك دكتور، ونريد أن نعرف منك آخر المستجدات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحظوظ كلا المرشحين إلى الآن. يعني أرجع من لقاء أنتوني بلينكين في الصين ولقائه في مع CNN، هو بيتحدث عن محاولات صينية ولكن لم يعطي أو لم يقدم تأكيدا صريحا بأن الأجهزة الأمنية الأمريكية قد مسكت بالأدلة أو وضعت يدها على أدلة دقيقة بأن الصين ستتدخل في الانتخابات. أنا أفتكر أن كلام أنتوني بلينكين هو محاولة وضع الصين في كورنر الاتهام. في بعض يعني التوقعات دائما ما كان هذا الاتهام يوجه الى روسيا يا دكتور اشرف، هو يوجه الى الصين ايضا. ده جزء من اداره مشهد السياسات الدوليه للولايات المتحده الامريكيه، بان كل شان داخلي تدفع بان الصين او روسيا او كوريا الشماليه سيتدخلون او يضرون او يفعلون. انا افتكر انها جزء من اداره الحرب الانتخابيه باعتبار أن الأمريكي يستشعر بأن هناك تهديد قادم من الخارج، وبالتالي يجب أن يسير مع هذه الإدارة، إدارة بايدن، لأنها هي القادرة من على وقف التوغل الصيني أو الروسي، وخصوصا في موضوع الانتخابات الأمريكية لأنه موضوع يعني يبدو أنه سخن للغاية طبعا. مع شغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب والرئيس السابق في محاكمات بداية من محاكمة مانهاتن في نيويورك بأنها محاكمة سياسية بامتياز لشغله عن الحملة الانتخابية وفتح ملفات متعددة في وقت واحد لشغله ووضعه تحت الاتهام، لأن قضية نيويورك دي تحديدا زي ما أدين فيها ترامب سيسجن بأربع سنوات. ولكن هناك تشكيك من دفاع ترامب في شهادة شاهد رئيسي في قضية أموال الصمت. هو ديفيد بيكر يعني ده هو الشاهد الرئيس اللي بيعتمد عليه المدعي العام في نيويورك الاتيان به ومحاولة الزج به بأنه دليله القوي، وينضم إلى مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب كي يعني يتم نسج الاتهام بشكل جيد. ولكن دفاع ترامب كان من الذكاء بمكان فانهم بدأوا يتشككون وينقصون من مصداقية الشاهد ديفيد بيكر باعتبار انه يعني احاديثه او موضوعاته تبعد عن الحقيقة وتبعد عن الاثبات وانها اكثر من الحكايات. هو كان فعلا موجود في حملات ترامب وأنه ساعد ترامب في حملته الانتخابية ضد هيلاري كلينتون، ولكن هذه الأمور تأخذ كثير من الوقت، ويبدو أن الدفاع ترامب بيبنوا استراتيجية يعني التشكيك في الشهود، وإذا ما نجحوا في هذا الأمر فإن هذه القضية لن يكون لها يعني تأثيرا بنائيا، ستفشل يعني هذه القضية في هذه الحالة. طيب يعني ماذا عن الحظوظ يا دكتور أشرف، كيف تراها أنت من وجهة نظرك؟ يعني بالنسبة للتطلعات الرأي الأخيرة قالوا كلام مهم قوي، قالوا أن بايدن التقييم بالنسبة للتطلعات الرأي في أدنى مستوى له، يعني أدنى من أيزنهاور، أدنى من جيمي كارتر، وطبعا عشان يخرج من هذه الأزمة ضروري أن يعالج أزمة التضخم، وده أمر صعب أن يعالج في نهاية هذه السنة. يعني الانتخابات الأمريكية تتوقد ظل غلاء شديد وارتفاع شديد في الأسعار، هي إن المواطن الأمريكي من هذا الارتفاع الرهيب الذي لم يذقه ولم يجربه في تاريخ الحياة الاقتصادية الأمريكية بشكل كبير، لأنه ارتفاع متصل ومستمر ولا يقل بشكل يعطي المواطن الأمريكي انطباعا بالرفاهية أو أنه يستعيد التوازن مرة أخرى. الحاجة الثانية لفت انتباهي أو في استطلاع الرأي هي القضية الفلسطينية، وإذا لم يقدم ترامب أو بايدن بإعطاء حلول عاجلة وناجزة لإعطاء الحق للفلسطينيين، لأن من كل 10 أمريكيين هناك 6 أمريكيين من سن 18
واحنا طالعين يعني كل الشباب الموجودين في الجامعات دلوقتي مؤيدين للفلسطينيين. نعم. وهناك 16% فقط يعطوا دعما لدوله الاحتلال، فبالتالي القضيه الفلسطينيه قضيه موجوده على الاجنده الانتخابيه وبقوه، وخصوصا تكون لها تاثير في الولايات المتارجحه التي يتساوى فيها الجمهوريين مع الديمقراطيين. الموقف كثير يعني جدا متأزم في الولايات المتحده الامريكيه، في تهديدات من الخارج بيحاولوا ان يكبروا هذه الصوره، ولكن الداخل هو المهم في التضخم ومعالجه القضيه الفلسطينيه، ومحاوله الوقوف يعني بشيء من العقل بعدم مطارده ترامب بهذا الامر، لان المحامي العام الاول ايام ترامب او نائب العام الاول لترامب بارج قال انها محاكمه سياسيه امتياز، واذا ما رغم انه قدم انتقادات كبيره لدونالد ترامب، ولكن قال بشكل واضح سأصوت للجمهوريين سأصوت لترامب. نعم. لان ترامب ما زال الافضل من بايدن، هذا امر يعبر عن قطب من اقطاب الحزب الجمهوري وله راي مسموع داخل انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الدكتور اشرف سنجر خبير السياسات الدوليه.